الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. حديث كالصقال بغلية الضبع عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه حنظلة وحو يريوحا ويدي رافع ابن خديج إلى رؤلاء كالنقضة عن كراء الأرض بالذهب والفضة ذلك كراين تلقوا كراين أيه بالذهب يعني الذهب والفضة في الظل كراين أيه بمعنى العقية مركز الذهب لقوا كراين ذا ويدي. فقال وحري لا بأس به وحدي باتيكم السنة إنما كان الناس إن كلب ما يددك وحي أهايين يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك قاركو كراية على الماديانات وأقبال الجداول على الماديانات ماديانة وأري مركة معربة أصل كيس عربي ما هين باليلي حان الله استعماله وحلقوا فسري ميلها مركة بيه أي مران مسايل الماء وحلقوا فسري يعني وحيالها مركة كبحة ميلها مركة بيه أي مران يعني هريره هذا كبح يو أقبال الجداول يعني مركة قعمد أففكو ذا أي مركة كوكرين شرين يو أشياء من الزرع وحيالكم إذا مركة السرعة فيهلك هذا ويسلم هذا مركة ساكا سيهلك قل لعا سيهلك سمي شري بمعنى ويسكبها بي شري ويسلم هذا كاسنوا بدبادي شري ويسلم هذا ويهلك هذا عكس قنا وادع شري إنه مركة مدنا مركة نبط قلو تكرنا مركة ويسكهلك سمي أو أحبك بحي ولم يكن للناس كراء إلا هذا لا تكون وح كرا لا يلادوا يدلك كريان يدلك لبيران أي كريان مشرين كرين أي كريان أو إلا هذا تاس أنا هين أي دفهم كريستان مشرين فلذلك زجر عنه سدى ساود بمركة الله ريابا يقولون نهيي فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به فأما شيء معلوم شيء مركة لقرن يميا ومضمون لضمان قاضي فلا بأس به وحد باتيكم سونا ديرلك لو كريستا رواه مسلم مسلم با صحيح ليس كسوري حافظ ابن حجر وحول وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض وفيه بيان وحقصه عن مركة عدين لعدين أي لما أجمل وحي مركة الإجمالية لدوضوبي في المتفق عليه يعني مركة لدوضوبي يعني أحاديث مركة متفقة ومن إطلاق النهي نهي مركة إن لسيدة يولا إطلاقة عن كراء الأرض أرلاذة كرادة يعني مركة لكرايو نهي جيدة مركة لإطلاقة وأن لغو خصيص نوع قارة أن لغو قيد مركة إطلاقة أحاديث تقارك وتكسو عرورتي حديث كان بها واضحين وعضين حديث كاني waxa uu ka hadlayaa mas'alada marka la yiraahdo tirada dhulka la kireysto oo waxa jirtay meelaha marka dhulka beeraha loogu talagalay waagii hore waxa jirtay waa la kala kireysan jiray nimba wuxuu yiraahdaa dhulkaaga beertaada leedahay iga kire anigu marka doorkan aan beerto dabadeedna waxa weeye dahab iyo lacag iyo kumaykii marka kumay kireysan jirin caadada isticmaali jireen waxay ahayd inay yiraahdaan dhulka waxaan kaaga kireeyay adiguna inaad intaa beerato anigana intaa ii beerto marka dhulkii baa la kala qaybinayaa markaasaa la odhanayaa yacni marka saaqiyadan waxa ama gacanka inta hareertan ka marta wixii xaggaa ka xiga wixii ka baxa anigaa leh wixii xaggan ka xigana adigaa leh marka waxa weeye nooc qarara iskaga jira dagitaan baa ku jira waayo mid wax ka bixi doonaan oo badbaadi doonta lama oga marka waxa dhici jirtay labadii nin haduu doono marka waxa dhici karta inuu khasaaro oo in marka labadii geesood ay uuri geestana aniga ale wixii ka baxa geesta wixii ka baxana adiga ale inaguna tacabo adigu marka ino beer inuu waxa weey midna aan waxba ka bixin midna wax ka baxaan baa laga yaaba marka sidaas iyada tahay waxa ka dhalanaysa yaani in marka qofki uu ka dhaxeeyo inuu faa'iido oo wax helo iyo inuu marka khasaaro نوع خمار iska shabaha kale weey nooc khamar iska shabaha weeyaan dad waxa soo arortay xadiis markaa diidaysa yaani markaa oo nahayaysa kirada markaa dhulka la kireysanayo nooca muzaaracada
يعني مركا ديديسا مركا وحوية نوع مركا مزارعة مركا حديثة ديديسا وحديثة سوى مطلق حديث كنوى مقيد قاعدتنا وحيطة يحمل المطلق على المقيد مطلق يا مقيد كوالسكو حنبارا مركا حديثكو يانو أهان يانو النقنبة يعني مركا مرفوع هيا شرف ابن خديجة وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كم إذا وحاو تلمام يا علاد اللون هي نبي قديري صلى الله عليه وسلم إني تاي علادتا يعني غرر ككسوغا إني تاي ومد بدبادي دون تأن لوغين تدخل مركا كراء النوع أهين ودلك أي كرين كرين يعني لسرع أيو يعني هو النوع أهين مبيقون تاسوم باستعمال كرين صحابة اللون هي اللون ريبي سيدا سوي مركا على كل حال يعني قولك الراجح وحي تاي قصد رافع بن خديج مركا الشيغي أي مركا وحوي هي أرجح الأقوال ويقول سابي يعني صحابي قنا وحوي اسكما أرانا صحابة سألونا هي وحان مركا يسا مركا يعني أنا وحينين يعني مركا عطي مركا وحوي وركا الشيغي أما حديثك الشيغي ومتسي صلى الله أخبر يوي يعني باب كان وحوي مركا قصاب سنكرة يعني دولك لكرين أيو أدي لغو كريسان أي مركة أما الذهب أما فضة يعني واب النانت علماء قاركوذ وحيكا هذلان يعني عنطا أي ملغو كريسان كرا تاس مركة يسايا علماء قاركوذ واديدين علماء قاركوذ واديدين أدو حديث بين السوريين مركة تلمامية مركة وحوية على كل حال حديث كالصحة ديسة مركة وحوية لما هو أدي حق مركة وحوية حديث كالضوء الصحة سيسين لوقاتوية لكن هديك لا من حيث العلة هدي لغا وحيكا انسان يسايا نذهب كيف فضة لم يديه انت صور راشين عن كسينية او وحا كسو بحا ان اهين مركا سيدة ذكالة او قبلن قادو سيدة ذكالة او قبلن قادو اما وحا كسو بحا ان مركا انتا كاسينية ايا كووغين انتا سيوكا كسو بحدون حانا دعي كرتا حديث كالفتي سين نوعا لو حنبارا دوبا السقنادو ولا ايدا دو عنتا دا مركا لا ايدا كوك ريسانين اللا ديدا ايا وحاوية واحد دي يعني مركا او ايدا دو عنتا دا كسو بحدا ايا انتا كاسينية سيدا صور كلا مركا ان لا ايدا دو أي مركب حوية النقنيسة حديث ك سقال بقول يسديد وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ثابت وحلق سوري إلى لكن قضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه نهى أريبي عن المزارعة مزارعة وحل إلى ذئن مركب أريبي مزارعة وإن وحوية أرلذي يعني مركب أوي إلى ذو يعني مركب بير أرلذا وانت ادنو بيرتو يعني وحي مركا حقا كسو بحناني قالي وحي حقا كسو بحناني قالي انت لك لقيبيه واتي مركا لنهيي نوع عسوي وامر بالمؤاجرة وحانو امري يعني مركا كرادة مركا لكريين وامري رواه مسلم ايضا مسلم با مركا صحيح سكسوري حديث كان وحاو تلمامي معنيه تلمامي حديث كرافع ابن خديج أي حديث كان مركا أيضا يا أوتي المامية وحوية النوع الذي لي إن يتهي يعني وحوية إن مركا ليلاده قيب طاوحي كبحنا نقال قيب طاوحي كبحنا هذه أياله إنه قلنا تعب فالنوع سوحي تهي والنوع مركا الذي لي وأنا محرم ومركا مبنانا وأي النبي صلى الله عليه وسلم نهي قودي لي مركا يعني نهيي وحو مركا فائدين إياه تحريم أنه يقتضي التحريم أنه يقول تحريم بو كنصرة حاران تنمين أي مركة كنصرة مركة نوع عين كاسي وحوية والنوع يعني مركة أبنانين وي النوع عن بنانين وي وحكى له حديثك تلمامة يا النبي صلى الله عليه وسلم أجرد إنه أمري إن مركة وحوية لك ريسته إنه مركة أمري وحان إنه قلنا إسا وحوية أمر كان بمعنى إباحة يعني وحوية وحو اسك فايدين يا هذا مركا اباحه وايا قرينه مركا كتسنيسا ان امر وجوبيه وحلميد لوغه جيدين يعني مركا ايا اسك جيرته وانا مركا اسك شيء معامله مركا ما دام عينك استاي وحلغه تلمميا وانا تا علماء يلهدان امرك سو ارورينه يدبديد اباحه فايديا علماء قاركودنا وحي ما شيء و هو اهاون بو كعليا يعني شيء و هو اهاون بو كعليا هدي لا يراد شيء وحو اهم بو كعليا اه قولك مركا وحو علماء اي ارجحان يا معاملات وحا اسكا هيد من اسكا مباح مباح وحا اسكا ما دام مباح اسكا هيد وحي نقنيسا ان وحو هي اباحه مركا وحو هي انو كعليي اما جيي مركا تاسي نقنيسا
يبقى حاول مركة على كل حال المفايدين. مركة ما دام نبي صلى الله عليه وسلم مركة كريستك مركة وأمري للك لكريستو وحيكوت السنة يسا وأيد يسا سيد رافع بن خديج والشيغي أي مركة أيد يسا مركة حديث كان حديث كرافع بن خديج ويسوا فقصين ولما نقار كودو يريبا اتشرا أحاديث رافع حقا وتعارضي لكن قول كنوع عاسي مركة يسا قول في علمه الصوابك وحيتهي سيد رافع الشيغي مرنا وحوي رافع وإجماليي مرنا وحوي وتفصيليي مركا وحوية أقواشي سوال سوافة شنية أحاديث سنايز مركا اسمع عارضي سو أحاديث سقار كودة تلمامة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أنك يدورها إساء يعني وحوية مركا هبيرتا أما وحوية ولالكي مركا وحوية ها يعني مركا هو أقلادين بيرتا يعني تنو عاسي وحوية مفايدين إسو إنا مركا وحوية يعني كريستكو إنا نبنانين كريستكو إنا نبنانين مفايدين إسو وهي أحاديث يا دلد إلا كل ميوية بعض أدلة كم إذا إلا قبض ماها بعضنا لا يتبع لكن وحوي أدلة إلا سكانه أي مركة واجبة حديث كالسقال بغلي السقال وعن ابن عباس إن عبد الله بن عباس وحلق سوري رضي الله عنهما أنه قال إنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه واستوبي وأعطى الذي حجمه أجره وحان السيي الذي كي حجمه توبي أجره مش قايد سوسي ولو كان حراما أذو حاران نقول لها يعني مركا وحوية مش قايدة مركا لبحينيا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم السيين رواه البخاري وبخاري أي مركا كسه وريي صحيح إسا حديثك وحاو الشيغة يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه استوبي توبينك والنبي استوبينا وحوقت شيدي يعني مركا الدو وهي النبي وحوق الشيغة صلى الله عليه وسلم توبينك إنه الدويهي توبينك إنه الدويهي وحانو مركا شاقي النبي صلى الله عليه وسلم حديو حوية مركا الدوين كأي استعماشان حدي قاركود مركا خير إليهين ووناق إليهين صدح با مركا وحوية مركا وناق له أو خير له صدح لاسي وحوية واتوبين كلا يستوبيو يعني وحوية إيا مالب لعبيو تكرنا وحايد الرقية ضعيه مركا صدح لا أمورود با حديو حوية قاركود أي خير ليهين صدح لاسي با مركا خير له أو وناق له مركا توبينك أحاديث بدن باكوسو عرورتي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو كغاها ضليو مركا دوا ويان مركا توبينك ونوع مركا نوعية الدواء دا كمدا ليقى فاسد كتيرك مركا وحوياكو يعني مركا أورورامي لا غاركود أيانا مركا وحويا وكسو صاريا غفكي أو كسو صاريا تاسنا وحويا مركا حنو نبضن بو مركا وحكام فعا أو وحكا ترا وحانا أحاديث قاركود أي تلماميان إن وقت هذا مركا الاستوباء يوفي عن تهي يعني قد عركو مركا وبلابمه يعني ترضك لدمن صدح لما الموضة ترك لدمن أهي وقوه الرئية بمعنى تضبئي الطبنك مركا يبشو تهي قمريق أهي إش الضيح مركا يتضبئي الطبن تهي سقالي الطبن مركا يتهي كوبي اللباتن مركا يتهي يعني قد عركو مركا وبلابمه تروينك كلدمن صدح لما وحوية ترك لدمن أهي وقوه الرئية يعني وقت قاس أي ولي بقولش يعنيه حديث قارك وذا قصار ورتي أي مركا جرت مركا النبي صلى الله عليه وسلم واستوبي وحنو السيئين إنك مركا توبينا مش قايد وسيء مش قايد أي مركا سيء كانوا حلقة قاضنا يا إن وحوي أجردي سوء أما مش قايد اللقب حيا توبين كينا يبنان تحي سدى صلقة قاضنا يا بالحديث كلنا نخرنا حديث كسقال بقول يا ترى عن رافع بن خديج رضي الله عنه رافع بن خديج وحلق سور الى رؤيا كان قد قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوري كسب الحجام خبيث يعني روح مركا وحتوبه يعني مش قايد وتوبينك كقاتا خبيث وحنتهي ويعني مو ناقصنا رواه مسلم ومسلم بصحيح سوري حديث كان وحوت الماما يا مش قايد توبينك لو قاتا ان مركا فيعنا ان مد حنتهي إنه يمدحون تهي أي أمركا لغا تلمامي لكن خبسي لو قمتش على كل حال تحريم لو قمتش إذا حاران تنمين لكن خبسي وحا لو قمتش إذا إن لغا في عيا إبا لغا تلمامي أي حولي حراشة اللفتو دي ودعي كرتائين قاركوت خبيث لغم قعابا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه مركا وحوي حولها مركا كوي اللي تي وحا لغم قعابا خبيث يعني أيها لغو مقعار مركا ما دام إسلاس تهي وحلقة المامية
وكسب لغا في عن يحي يعني واشقو ان توبينك شقا لغا دكتا واشقا لغا في عن يحي واشقا لغتا مركا وحوية سدا سيادة عيا مركا لغا تلمامي. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ومركا وحوية مشقايدة وبحيي وانك توبينك مركا يعني توبيي ومشقايد سيي وحي كتصنا إسا مركا إنا حارانا هاي ويعطي حارانتا النبي صلى الله عليه وسلم وبحيي. وانا سيدا صحابي بودري شدا يوحو يري ولو كان حراما لم يعطيه اضي حرام نقول له هيد يعني مركا مشقايدة لغا بحيا نبي صلى الله عليه وسلم مصيين اعتراض بالا ساروري اعتراض كاس وحو ورنيا دي نبي واحد عضي وحياله يعني قفك قادنا يا حرام كوة انه وحوية مركا بحيي اياد عضي او وحا مركا كم يدا dadka qaar kooda marka way diistay oo marka yiri waxa way ilaabay ila marka xoolaha wax naga sii yaani marka waxa way nabi sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiraahdaa doontaan way diisinaya laakiin waxa qaq kumali waxa qaq kumali bimaana idinkay xaraan idin ku taayay marka tilmaamaya nabi sallallahu alayhi wasallam marka taas iyada ala kulli hal ahadiis saas oo kala ku soo aroortay yaani marka lagama qaadanayo in hadiskan la mid yahay way halka wuxuu raaciyay marka qariina ama amaaratu sinaysa إن شيء قاسي بنانا إنه وحب بنانا هاي لكن واحد النبي صلى الله عليه وسلم سمعيه الروحي والسيء وحقرنا أنا أنو راعي وحمركا وحوينا يكتو سنة يسا وحاسينا يمركا يدو بتاعي مركا شيء مباحة أو بنان مركا إني تاعي مركا على كل حال تاكل لو جمع قياس قادن كرا تاكل مركا لو جمع قياس قادن كرا وحيلا أيد ليشدين وعكم إذا كل ما ذا مركا دير يسا إلى مركا وحوي ما بنانا وحيلا ذين حديث كمركا وحوي خبيث كلي الله ما أورن يعني كسب كمركا روح حجام كاه بمعنى وحصوبة شقدي ساوح حقوقات وخبيث وكلي لما أرني أشياء كلا للراعي أشياء كلا للراعي أنا وحيتاي أشياء حارني ماذا ذلقرن يوم أوحى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومعر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وكصدح ومرضى ولا صعدة والنبي صلى الله عليه وسلم وحويري يعني مركا لعبت مركا لغو إبسده أيقا لغو إبسده وحنتهي يعني مش قايدة قبرنا مركا تركيدة إبسا أيكو قادته سيندا أيكو قادتانا يدونا وخبيثة وحنتهي روح مركا وحوي وحطوبة يعني أجرده إيا مش قايدة وكو قادتانا وخبيث مركا وحلقة قادنا يا اقتران كامل لماني تلا يسكل لماني يسكل لمانيين يعني أيا وحلقة قادنا يا إن مركا خفصي قال لغو جيدة إسلام نوع أو خفصي وخفص التحريم لقى تلمام يا شيء ومركا إنه حاران يعي يعني تاسبا لوجا كذا سيدا سيدا بقى مركا علماء قاركود أي مركا أدري شذي لكن على كل حال سنو حيقص عصنت دلالة الاقتران وحلا يلاده أو دلالة مركا دلالة الاقتران حجمتها بسمائها يعني مركا وحوي تاسبا يقص عصنت علماء وصولين ترى يسكون خلاف سينين علماء قاركود وحلا يلادين لما أنا إنت لما شيء يسكون لما أنا إياه كما دارنا يسينا يسكون حكم يهين جماهير أهل يعني مركا يعني أهل الأصول أما مركا علماء الأصول بدن كوده يا جماهير تودو وهي كتاجين هنا هنا أهين يعني مركا حجة دلالة مركا اختران كلا يراده مركا الله بشر إلا ما نانت يسكون لما يهين يسكون حكم يهين أنا لقى قاضني بعض الساعة علماء كم إذا واحد يرادين ما يدلالة مركا اختران كلا يراده الله بشر إنا يسكون لما يهين إنا يسكون حكم يهين ولقى قاضن كرا ولقى فهمي كرا مركا وحوية جماهيرته وحيليين حجم أبي مركا ليه سلاسية أي جماهيرته قلت لك إنك عبد الله بن عباس يلقى سوري يدل هذا مركا اختران كإن مركا حجيستين وإن مركو تلمام عمرضة واكيري حجك واكير لقول لماني يعني عمرضة حج بقى لقول لماني بمعنى وحو تلمام إن يسكو حكم يهين واجبيه لكن تاسنا على كل حال وحيكو صابصان طايون هدي الله يلاذوا بحجة وقولك على قصة عضة وأمرك وحك حق بدن أن لهيلين وأمرك وحك حق بدن أو عارضي أن لهيلين أي مرك حجة نقنيسا لكن هذه وحك حق بدن أو عارضي لهلو يو حوية حالة داس يعني مرك دليل كحق بدن بأمرك الله راعي مرك ألكن على كل حال دليل كحق بدن وحيتا النبي صلى الله عليه وسلم إنه روحي مرك طابي وسيي أجره أنه وحق قرينا أي أمارة فشيقا إنه قاتا إنه ممنوع كتا يقتل ما بينا أنه راعي وحان الليلة ذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع يعني مركا بيانك عطينته وقت يمضوبة عن طريق لقدم لقاء ما بنانا وانا ليسلوه قريين بناني مركا على القول الراجح وحوية وامد لقفي عن يعي وكراهية
يعني كراهة التنزيه قاد الشهد مركا أجراء وخقاته روحي مركا حجامك أي وحتوبيي لكن وابنانتها يحاران معها إنو أجراء فقاته ومشغاية فقاته توبينك حديثك السقال بقول يكوب يطبن وعن أبي هريرة أبي هريرة وحلق السوري رضي الله وعنه إلى أرى لكنه قد قال إنو لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحا ويري قال الله إلهي وحا ويري عز وجل عز غالب مركا يعني غالب أها وجل وينايه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة صدح أنا خصمهم عليها يا لدو داية يوم القيامة ما لنت قيامة رجل أعطى بي ثم غدر تكواد وحوية رجل إن أعطى بي أنا مركا وحوية وحكو بحيي وبمعنى وحوية أنا آوضي وحكو بحيي أنا آوضي أي وحكو بحيي أما مركا عهدي يبلن إيا مركا وحيالا نوعاسا ثم غدر تبدنا وابري ورجل باع حرا فأكل ثمنه يو رجل باع حرا إيبيي مركا الروح أفحر إيبيي فأكل ثمنه لعبتي سعني يو رجل أو استأجر أجيرا استأجر شقالا استي أجيرا روح شقالا فاستوفى منه يعني مركا شقديسي كأف صدي بمعنى كلم ما استي شقديسي ولم يعطيه أجره مشقايد سنانسين انتو شقدي سيسقو كلا ما يستي ايانو مركا مشقايد ايانو بحنين وسينين رواه مسلم الكم حكو دعي وهم والشيخ اسمه تسيي عجيسك وحوي مسلم ما سوورين بخاري ما سوورين مسلمنا صحيح حسكو ما سوورين سيسا ودد وحن محقق صون نقلين اياه ان وحوي اولاد دي الشيخ مركا الشيخ كمدي انو يري حديثك مركا بخاري بكتشرا أبو يوعى أي مركا كتشرا ابن ماجه نوى سوريي وخارنا كتاب البيوع بكو سوريي مركا يامش كهذا الكاسو قال مركا إنو يعني أولاد الشيخ مركا يعني الشيخ كم يدينو كقري قال قصو نقلي مركا على كل حال خطأ أما وهم يغني وحو كدعي يعني مركا ابن حجر لفتيس محان الله إلى كل جواد كبوة روح كستة وده وحوي مركا ده علم بدن وادع كرتا إنه وقت يدا قاركود يعني مركا وحسمت سيوا سرتو بكرتا مركا يعني رواه المسلم وغلط صواب كنا وحوي هاي اللي يدا رواه البخاري بخاري بقى صحيح قصوري هذه علماء قاركود بخاري صحيح بقى قصوري وخير هذين حديثك أو وحي لادين وحبا قصوا المركا نظر أحنا مركا وحوي بيامين يو مركا عضين يعني مركا ألباني كتاب كيس مركا رواه الغليلك أحنا مركا عرنا يا وحسن أو قريب منه صحيح حديثكم شققتم لها لكن أما هو حوي وحسن أما حسن بكل دوياه يعني سلا سيادة أيورنية نوعا ما تردد يعني مركا وحوينه كسو قياه وحسن أما مركا وحوي مطميا لا تحسين يا مسوا لا ضعيف يا إنه تام تردد كياه يبقى مركا فتسنس على كل حال لكن بخاري مركا أرور انت وصحيح عيسى كسو أروريه حديث كسو وريه سوى مسندة وحكو تسنة يا إنه صحيح عنده أكتس إنه صحيح كياه حديثكم أي قوت الصينية قال العلماء ورنا وحكى هذا لا يمجرنا حديثك وحوى تلمام يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي ولايك السوري وحوى الشيخ يا صدح أمورات يعني عدي سميساء أنا آخر الدودية صدح ذا أمورات وحلقة قادنا يا ميد ولو صدح ذا كم دين حاران طائن بنانين ويأرن قصابي دود ولاي الدودية يا ميد وحوى يا مركا بنان ما وحى صابي مركا دود ولاي آخر الدودية وحوى وين حاران كل عي ayaa ku tusinaysan takowaad waxa weeye waa nin marka ama amaan buu bixiyay ama ahdi buu bixiyay ilaahay dartii buu ku bixiyay dabadeed marka waxa weeye balankii ama amaankii uu bixiyay waa buriyay taasi waxa uu sameeyay shay marka waxa weeye xaaraan ayuu sameeyay waxaanu ku dhacay marka waxa ay khasla marka nifaqiya yaani marka sifo kamida sifaadka marka munaafiqiinta ayuu ku dhacay sifo kamida sifaadka munaafiqiinta ayuu ku dhacay marka إني يعني مركا بلنك يقفك أبريو يعني ميد مركا أبنان مأه ومحرم وحانو إلى أي أمري مركا عهود إلا أوفيو وحال حارة انتمي عهود إلا بريو وحا مركا لقدر أي مركا إنا يسفوين كمنافقين تكمتاي وإذا عاهد غدر يو إذا وعد أخلف يعني مركا وحي كمتا يسفوين كمركا منافقين سفوين كمنافقين تا أي مركا كمتا وحانا مركا لقوش يقاي لمن يهود هايو كلا بلمدي أي بريين يعني اللعنة با مركا وحوية أيو صافتا
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وكوحوية صابتة فلمدي أي بريين سببتو ده أيا نكون عدلنا سببتو ده نكون عدلنا قلبي ده لأنه كقدقنا يمرك أميد يعني مرك أدق أنه كقدقنا مسألة الله بعد وحيكو صابتة يقف حرى قفك إيبية ولعبتي سعنا إنه يسوقنا مرك حرام كدعي إنه حرام يعني كدعي مرك الدنبي تاسنوي dambi weeye dadka marka xorta ah in waxa weeye marka la iibsado oo marka la adoonsado oo la iibiya waxa weeye waa min kaba eri dano dambiyada kooda waa weyn ayay marka kamid tahay yaani marka waxa weeye oo sabab sharci oo keensatay marka in yaani la adoonsada inay jirin in la iska adoonsada waxay noqonaysa waxa weeye mid yaani marka muharrama oo dunubta kooda kaba irta kamida faakala samana marka la yidina waxa looga jeedaa bi macna waxa weeye qaalibki baa laga sheegay waxa laga tilmaamayaa itlaaf oo dhan mutlaqul itlaaf ha cuno ha bixiyo yacni marka uu yaanu cunin bay marka waxa weeye si kale ha u isticmaalo ha ku intifaaco marka mutlaqul intifaac oo dhan baa laga tilmaamay si kasta uu intifaaco farqi ma kala marka la yiri waxa weeye qof marka xor uu iibiyay oo lacagtiisa buu cunay waxay ku tusanaysaa qof xor in la iibiyay inay banaanay waa midda labaad yacni marka qaybaha yacni qofka xorta ah jirkiisa wax kamid ah in la iibiyaana ma banaana hadii qofkii xorta in la iibiyaa inay banaanayn yacni qofkii xorta ah jirkiisii wax ka mid a in la iibiyaa ma banaana oo uu yidhaahdo waxa weeye dee keli baan markaa iibinayaa amaba uu yidhaahdo waxa weeye markaa dhiigayga yacni waan idinka iibinayaa yacni tabaruc idinku shubi maayo waa idinka iibinayaa bimacnaa taasina ajsaadii qofka xorta ahaa yacni marka ayuu iibiyey haddaan qofkii kale ayna u banaanayn inuu iibiyo kii isagu marka waxa weeye jirka lahaa laftiisuna inuu iibiyaa uma banaana jirkani mar hadduu xor yahay yacni iibinta la iibiyaa waa muxaram kan xataa leh iyo waxa weeye qofka kale marka mid walba xaaraan bay ka tahay iibka uu iibinayo mid walba xaaraan bay ka tahay uma banaana inuu iibiyaa marka taasna waxa weeye ahlucilmigu yacni marka waa ka hadlaan mas'alada kale waxay ku saabsan tahay ruux marka shaqaale dirtay oo shaqadii marka waxa weeye ka dhammaystay doodna lacagtiisii marka ka sagsaagay lacagtii waxa weeye marka uu ugu shaqaynayay uu ka sagsaagay shaqadiisina waa dhammaystay taasina wuxuu ku dhacay marka waxa weeye dambi ayuu ku dhacay oo waa aasim yacni marka dadka xuquuqdoodii buu iska haystaa marka taasna waxay tahay marka miduu ku dambaabayo marka waxaa loogu ballan qaaday yacni marka ciqaab yacni marka ukhrawiya ayay marka ka dhalanaysa marka khusuumada uu rabbi la doodayo taas iyadaa baa ka dhalanaysa marka waxay ku tusinaysaa qofka marka shaqaalaha yacni marka waxa weeye lacagtii uu lahaa in loo dedejiyo inay tahay oo marka waxa weeye uu shaqeeyaba degdeg loo siiyo lacagtiisa دق الله سي لعقتي سينيت حديث كسيال بقولي لا بيت صبن وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وحلق سول الى رلا كن نقضى سقي ابي به انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الى اي ويري ان حق ما اخذتم عليه اجرا ان احق ما شي وحا او حق نما بدن اخذتم عليه اجرا مش قايد اكو قادتان كتاب الله الى كتاب كيسا بمعنى قرانك وحا مش قايد كو قادتان ugu xaqnimo badan akhrajahu al-bukhari wa bukhari ba sahihisa ku soo saaray xadiiskani wuxuu lahaa sababtuna waxay ahayd bacdu saxaaba ayaa qolo martinimo ugu soo hoyday markaasay marti soori waayeen oo martidii marka ay xaqi martinimo ayay siin waayeen dabadeedna waxa dhacday ninkii ugu mudnaa ayaa la qaniinay dadna nimankii la qadiyay ee la marti soori waayey baa markii dambe loo yimi oo la yidhi war wax markaa wax tufo oo yacni ruuxa la qaniino wax ku tufa ma leedihin qaabay yidhaahdeen nin baa markaa yidhi waxa weeye waan tufayaa laakiin waa shardi baan waxaan ka dhiganayaa inaa markaana siisaan waxa caynka iyo caynkaasa xoole ayuu ku shardiyey xoolihii baa laga yeelay waa ku tufay ninkii baa markaa bogsaday markiiba sidii waxa la furay oo markaa yacni markaa ruux xadhig laga furay oo kale sidiisii ayuu waxa weeye yacni markaa noqday oo waa bogsaday markaasay waxa weeye saxaabadii soo qaateen yacni adhi bay ahayd waxay markaa mushqaayadda ka dhigteen marka ay shardisteen adhigii baa la siiyey adhigii bay soo kaxaysteen adhigii markay soo kaxaysteen ayaa haddana xoogaa shakiya baa galay dee nebiga sala allahu caleyhi wasalam bay u yimaadeen qisadii bay u sheegeen nebiguna sala allahu caleyhi wasalam waxa uu ku yidhi innaa xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah sidaas iyadaa buu yidhi waxaanu markaa yacni amray inay markaa cunaan anigana weliba saami iga keena buu yidhi bimacna naftoodu si ay markaa ugu raalli noqoto oo shakigu uga baxo
أي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجنا سامي إيجا كان بمعنى قيبي إيجا كان حديث كان الصواب نوع سأي لها حديث كان وحلق قاتا إن وحوي قرآن كمركة حديدة وأهان عيد لغو أخرية ولغو طفا إن مش قائد إن لغو قاتا إن يبنان تحي مش قائد أنا وليب إلا الشرطية ولا إذا هذا مش قائد نوع أي نوع سواء إن هذه سيسا وحوي إن يبنان تحي أي مركة لغو قاتا وحكلو لغو دليش هذا قالوا علم يا قاركو ذا يكدر الشدين قرآن كبريتان كدتك لبرو إن مش قايد لغو قادا كرو وجو الإسدلال كي يكدر الشنة يغنى وحيتها نبي صلى الله عليه وسلم هذا العام أي مركة قواض لي أولي إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله مركة كمو قيدين وكلية رقيتي أما تفتان كي مركا عيد لغو تفايه دو أهان لغو أخرين أيو كليا كما قاريين ما دام أنو تاكو قاريين هذا العام وقاعد لغو حلقة قادنا إياه إن أي عام تاعي وعديد دو أهان عيد لغو مركا أخريو لغو تفو يهدي عيد لبرا إياه مدوال باين مشقايد لغو قادن كارو سلاسية دا أي مركا لغا داريشري أي شيء مسألة دا سمركا كساب سن تعليم تا قرآن كعيد لبرا أيه إن مش قايد لقو قاتو فعقصو غن يدا خلاف قالوا علم غايسكو خلافين جماهير العلماء دو أما بدن كودو وحيكو تغين إن وحوية أي بنان تاي مش قايد إن لقو قاتا فريتان كددك قرآن كلبرا أيه ساس أي جماهير العلماء دو أيكو تغين وانا سيدا ماركية دي الشافعية دو أي قبطو يعني حنابلة دانا مركا وحوية بعض كم من نواصل قبان قول بعض وحولي هاي ما وح أجراء لقوم قادن كرب رست ذاتك قرآن كلا برايو تاسنا وحوي ومسألة يعني أي كنت جن يعني أبو حنيفة علماء كلا أي كنت جن قول كلا صدق هذا وحولي هاي هدي مركا قفكو أيضا يكوك اللفتين أجرك قاتو يسقوا الله بنينا إياه لكن هذه مركز داني أين يكلفين هذه وحداني أين يكلفين وإنه بلاش كبرا وأنه وح مركز مش قايدة فقادا علماء قاركونا قول كاس أي يلادين وأنا الرواية عن إمام أحمد لقصه وريي قالوا علماء قاركونا قول كاس مركز يعني كرا عين واتران مركز وحوية مسألة ذا وليا عرانا يا وحوية إن أجرى لقو قاتا ما بنانا فهي عسكنا يا ندريشنا يا نحاديث نبي صلى الله عليه وسلم لقى سوري أو كم دياي حديث كورنا اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه قرآن كأخرية قرآن كعنين قرآن كمركة حولها كبة سنين قرآن كجفاءها كسمينين أو بمعنى وحويها كديرانين خنا وحوي كنت لحتجنا مركا قرآنك. أجيب قاسنا إمام أحمد يا طحاوي يا طبراني بسوري. طبراني أوسط كوارنيا. أي سمي وحورنيا رجاله الثقات أي أورنيا. عافد بن حجر نفتح البارقة وحو كورنيا إسناد قوية أي قصة عروري. سند حوق بدن قصة عروري. شيخ الباني لفتي سنوا صحيحية سلسلة حديث صحيحة. يا تعليقات لا تعليقات الرضية لا بد بوقف صحيحية مركا وجه الاستدلال كلا قدر يشنا يا وحيتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحول القرآن ك أخري أوها عوننا هعوننا وحسوك ذا قال يسينا وح مش قايد على قوق هذا وحلا قريب يا أم وحي الدليل مركا جار أو قصة عروري أو صحيح الله هي سد الرقية دي أوكلا وفيتان كي عيد مركا لغو تفايه مركا دوآن لغو أخرين آيي تاسو كلا والاقا خاسيه ليا والاقا ريبا يا تاسو كلا والاقا خاسيه ليا والاقا ريبا يا وحي كلا وحي نقن إيسا عموم كذا إني باقي وكو تاي سلاسيه دا بي نقن إيسا أحاجيس كلا لسوور يي باكرتا عبادة ابن الصامت يلقى سوور يي تلماما يا إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها
إن عبادة بن الصامت إن قرآن بري لابد أن ننكي مركا إنو هديده كاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم تاس إنو هدي له وليه هداد دون إيسو إن مركا وحوي قارطة إن مركا لقوقة ليو يعني قانصا نارا إن لقوقة ليه هداد دون إيسو يعني وحوي أخبر وقاضة مركا حديث كاسنا ديو حقصه عن سنة كيسا يعني ضعف باكوية رجرة أونين مركا مغيرة ليلة مغيرة ابن زياد أي مركا كتشرة إن كاسنا ابن حبان وحول ومتروك أي أشياء مركا علماء قارك وذو مركا سوية ردة ويهي باكشرة ومركا وحوية ننكاس يعني تلمامي إنا نصداس مركا وحوية ضعف كيس أسي وينين إمام أحمد بن حنبل نوحل ومنكر الحديث إنك أصدو اختي هذا قارك وذي إمام أحمد بن حنبل استعمار منكر الحديث إنه مقتشيده يعني أحاديث بولتا فرداي وقار نما أصوريا يعني أحاديث لقاريا هاي وقار مركا أصوريا أيات شروان عيد الله وذاقين أنو قتل ما مينين يعني منكر كي مركا يساقى النكارات يضعف في مركا أهيد بعض الأحيان مركا إنه مقتشيدين باسورة وده ولبا وحا كجرا نينك الله أسود ابن السعلب أيا كجرا نينك سنوى مجهول طرق كلاو حديث كلي أيبا كجرا وشاهد لك سوورين أي مركا إمام أحمد يا حاكم أي سوورين أيان وحاكم سنة كيسة صحيحين أي ذهبين أو مركا كراعي الباني لفتي سنوى لي هاي وصحيح إن شاء الله يعني مركا سنة عينك سايسة قنا كجرا أسانيد كلاو لسوورين أيان واجرا يعني بياقي وحوي واحد مدى اختلاف كحديثك اختلاف سنية نوعا ما إنه مركا كعي لي أياد مدى لكن البان وكتشوابية سلسلة الحديث الصحيحة مجلد كقواد يعني مركا وكتشوابية وعانو تلماما يا اختلاف كان انو اهين كي حديث كمركا ضعيفين شري انو اهين ايو مركا كتشوابية ابي الدرداء ابي بن كعب لغا سوري يغنى وليو مركا عبارة عامة اي لغا سوري مركا ابي الدرداء ولي من اخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار يعني لكن محوية وحكوت شر مركا يسقى ضعف سنة كاس دحي مركا شيخ ليرادانا وحوي لسلو بياقبك صار رأيه أصل حديث كاس ملها أصل ملها هذا هو حمركا قبسنا يا ابن تركمان جاء أو مركا أورنا يا وحوي أصل ملها مركا يسقى مصر قلها ويا سنيد قار كذوة جيد والسنة جيدة يا الله يا مركا إلا يراد أصل ملها مركا مصر قلها هذا على كل حال حديث كاسا او حوق بدن وحيالاي ودليشدين واي حديث كلا واسك عام وتخصيص بو اقبلها حديث كاس ايا مركا او حوق بدن وحي دليشدين وحا دبا جرى قولو تعليم تبنينيسا وحي دليشدين حديث مكا كتاب النكاح ان كو اركي دونا ان شاء الله تعالى فقد انكحتكها اما زوجتكها بما معك من القران يعني تجب كل النبي صلى الله عليه وسلم فقد زوجتكها وحن كوغو مركا اسغا غوريي بما معك من القرآن وحا قرآنك كوهلية قرآنك أدمرك حفظ سنت أيضا كوهلية قفض مرأي هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيؤتمي مركا نفتي دعي النبي صلى الله عليه وسلم أهي بيسي مركا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدونين إنه مركا قرسده وقايد بدنا وإسكتش استوى آمصي إن صحابي وميشك جوغيبا وحاو يريه رسولك إلهي وحدنا هدي أنا أدمرك كلاهين أو جور كذا أنا دونينين أنا جاي جوري مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحويري يعني مركز مهرب ويدين وهايو ده أنا مركز سلمة وحما هايو فالأرض وحدهم بويري وسواي وحوري تمس ولا وخاتم من حديد وكل كاتون برا كتهاي كاتون يرق برا كل كتهاي والوحون لكاره مركزون مركزين السوء أيبو مركز النبي صلى الله عليه وسلم قول القرآن محاد مركز قرنيسا دبعد مركز سورة الشاقي دبعد مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحوري إذهب فقد ملقتكها بما معك من القرآن أما إذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن وحا قرآن مركز يعني حفظ سنتهاي أيان مركز وحوي آذهيسا أيان كوغو مركز قوري وكوغو مهريي marka meerka waxa looga dhigay quraanka marka uu xafidsan yahay ee uu yaqaano ayaa meher looga dhigay hayaasha culimadu ihtimal bay galiyeen culimada qaar kood ba waxa yiraahdeen tacliimku ma saafsanee
شرفت مركا أولي هاي الروح يا تو قرآن حفيدسن هاي والروح شرف له مركا مكان هذا يا شرفت أولي هاي درادد أي مركا اللوجو قوريي قف قدمر هنا واحد سورة وده يا شرفت نين كذا وحوى يدنا شرف بيكو يالتا وهدي مركا نين شرف لي أقول سدو شرفتي وحباك السوق قالوا يدنا شرف بيالتا مركا سيداس أودد يعني انتفاع أي شرفتي سكو انتفاع أيسو تاسا مقابل وحيوتهاي يعني مركا وحوى يقول كذي يعني مركا أي مركا مقابل وطهاي سيداس علماء قاركود أي يري حين لم يتايبا يلاهدين يعني وحوى أم السليم نمباوي من مركا قالها دوادنا مركا سا وحوى يري وحن دون يأينا نكو قول سدو دوادنا وحوى أحيكو تري يعني مركا أدوغو حتى هينين مركا يعني آن لعيلينين ويعني مركا شرف لباتهاي هيا شي مركا قال باتهاي إلا عاد إسلام تؤيم حلالته يعني إسلام ولبا عداد إسلام تانا مهاران إسلام لماذا آين كوي دين ما يبيتري حديث كان سايبا سوري وانا حديث صحيحة هداد ولبا إسلام تو يعني وح مهارا او عن إسلام لماذا آين كوي دين ما يو لو نواء إسلامي وح مهارا وكل مركا ما يسؤالي مركا مهر وحوى إسلام لماذا مركا مهر وحي مركا سيدا وحوى يقبر دابا يعني مركا إسلام لماذا مهر وحي وحوى مركا تاس يعني مركا لوغا ديغي مهر أي وحوى يقبر دانا يعني مهر وحوى ننكاسي مركا قرآن كوحفي تسيني ويقان مركا شرفتي سينا يكون انتفاعي سو تاس يدابا مهر لوغا ديغي هذا علماء قاركود سيدا وأتوجيهيين لكن قولك الراجح أي وحوية إن تعلمت القرآن كبرايو إن مهر لوغا ديغي تانا وحا مركا يعني عدية روايات كقاركود أي عدية يعني مركا وحوية روايات كقاركود يعني مركا أي عدية وحن كوغو قوريا إن أدبرتو قرآن كاتقانو سيدا أنا مسلم با صحيح إيسا كسووريا أو تعليم مركا روايات تصريحين إيسا مسلم أي صحيح إيسا مركا كسووريا وحنا حافظ ابن حجر أرنا يا روايات صحيحة قصة عروري يعني مركا تعليم تأنا يا هيد وحلو جوجوري برست أو برايو إن يا هيد يعني روايات كقارك هذا صحيحة يا قصة عروري مركا روايات لكن أبو داود قصة وريت الماما يا وحوي اللي بطن عيدات مركا بر يعني روايات علماء وحي أن كارا قصة جنوا ضعيفة بيدهدي صابت روحي تاي روايات ككلي مركا عارضة وخلاف سنتهاي روايات ككلي روايات كلا وحي تلماميين إن وحوية قرآن وحوية قانا إنو مركا بره لكن روايات أنه وحي كو قيدين لباتن كآيادات بربي كو قيدين ولبو حنفلة يا سند كذا إن مركا ضعف كو يرسوغن ياي مركا على كل حال روايات أسوا منكرا أي مركا علماء دي لهدين مركا قرآن كاتقا نبر أي مركا مسلم صحيح سكو سوري مركا تعليم تأيا أجرى لغو قاتي أجرى دينا وحي أهيد قفتمر أي بضعي دي ألابتي دي وحلقوا بنا يستي برس قرآن كلا برايو marka waxa weeye hadii yaani marka alaabtiiba marka lagu banaystay oo qofkii dumar marka waxa weeye meher looga dhigay oo in marka loogu galmoodo waxa lagu xalaashaday ay tahay barista quraanka la baraayo in marka cunta lagu cunaana way marka ka sii mudan tahay banaanaanshaha xageeda hadii la eego sidaasiyada ay u dariishanayaan faama qarkoodna waxa yiraahdeen maya suurada ay ku soo arortay kaliya ku kaaftoomayna ma qiyaasanayno waye nasbay khilaaf santay marka waxa weeye qofdu mar hadii wax loo waayo meher waa looga dhigi karaa laakiin ujeeddo kale in lagu qaatamo banaabana ma banaana ayaan oranayna bay yiraahdeen ayay marka yiraahdeen ahadithu ala kulli hal quraanka marka in ujeeddo lagu qaato diiraysana waa hadith sanadkeeda dhaafi ku sugan yahay marka culimada qaar kood waxay yiraahdeen kama hortegi karto ahadithkan saxiixa ahadithkan ibn abbas iyo yaani hadithka kala iyo ahadith saxiixa ku jirta mid caaridi karta ma aha bay markaa yiraahdeen haya sheekh culimada qaar kood baa daqweeyo kuwaynu sheegnay kamid yihiin oo kamid yahay shawkaani oo waxa waranaya sanadkooda yacni dhaafiya ku sugnaaday laakiin majmuuca marka la isu geeyo waa isku weynaysa xujo way galeysa sidaas iyada Abu Sayl al-Jarrar ka markaa uu ku oranaya sidaas leegna waa ku tilmaamaya macnahaas يعني مركا شرف المنتقى لفتي سنني الاوطار كواكوت الماميا علماء قاركود وحا مركا اي سمين جيران ان اي مركا يراهدان وقتيادا مركا قران كو كلا ان اي مركا يراهدان
اجرى قرانك فقاضا مايه لكن انك وحن كو بريا يعني مركا وحويه يعني قرالك مركا وح قرا هي وحويه حسابته اي وحيالا نوعا سان كو بريا مركا تاس يدبن اجره كاغا قادنيا علماء قاركود سلاس يدبي وحيلديسن جيرين ومركا علماء هره قاركود لغا سو نقليا ان اي وحويه اورن جيرين يعني مركا لفظ قرانك بريسيس ان كو برايو وحو جرا كو قادن مايو لكن قرالك اي حسابته اي اشياء داس بريسان برايو اين اجره كاغا قادنيا يعني القرآن كان وابريا مركا وحوي سداسية ذا قال سمين ترين واجران على كل حال يعني أحاديث مركا كلا واحد مدى إن نوعا ما مركا يعني أيني دلالة ذو إنني عكو عضين حديث كمركا وحوي تلمامي إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها حديث كاسم بعد مدى مركا دلالة ذو إنو مركا مسألة تعليم تينو كعادي هاي يمنك تلمامي من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار لكن على كل حال حديث كاس موياني حديثك لواحد مودا يعني وحوية معنى اسك عامي الشيقية قرآن كاعونينا إيو قرآن كعيدو حكوة يدي سنينا إيو أو حيالة اسك عامة عموم كاسنا وحي أقبلان تخصيصهم بي أقبلان تخصيص أيوم بمركة وحوية عموم كاسنا أقبلان حديث كان وحوية مركة أساندي سحوغا واحد مودا إنو اسخلاف سنيا ياد مودا أو وحوية اختلاف مركة وكسوغان ياهي ولما مركا وحوي قاركود وح مركا وحوي وح دمانتود وكساب سين حديث كاس يعني طرق ذا كلا دواني وكويمي وح وكساب سين هاي نين قرآن مركا نين بري ونين كي مركو بري وهديد وكاني مركا نوع عين كاسو كلا أنا يا وحوي أصل كوين بنانات أيهاي أصل كوين وبناناتو أيوها لكن علماء قاركود وحي يرادين ما دام لله هو بري وأن مركا وحوية وح مركا أجرى إنه فقاط أنو مراد كيس مركا هراء أنو أهي إنه دب مركا أجرى كقاط صنوع عسى يا وحوية وحيتا مركا مد ممنوع عمل كيس صالح إنه يسكبر يا لودي ذي علماء قاركوا ذسلا كتوجيهنا وشرا مركا وحوية على كل حال حديث كاس يعني مويان أحاديث تكل أردمي ومعنى إسك عام الشيء يعني وحنا أقبل كلام تخصيص قول إلى ذا تعليم تأيه رقية ذا لبدا والجر يبيا وحديث قصة عرضي دراد يتبلغ خاصية ليا وحي كلا عموم كباقية هاي عموم كوحي كلا أي كباقية هاي حيالا كلا عموم كباقي نقول يانا وحكم إذا إن وحوى يمرك اللجوء يرى اللجوء إلى هذا كلا يا مرك وحوى يبل أموات دي ما تأي قرآن نوجو آخري هذا بدنا أجر اللجوء سيا والنوع حاران تأيام بناني أفرت مذهب نوع إسلو قليين inene bananaay ujrada lagu qaata mid banana inay hayna xaraanta ay afarta madhabood way isku waafaqsan yihiin wala culimada qaar kood waxay ilaan bila khilaaf ay mas'aladaas markaa tahay marka waxa weeye quraanka marka loo akhriyo dadka dhintay ujra in lagu qaata ma banana waxaan ay ku hadantahay umuumka marka wala taakulu bihi quraanka ha cunina waxa kale oo soo gudagalaya in marka guriga iyo lagu yiraahdo kaalay quraan noogu akhri oo marka balaada quraanka يعني مركا سي يعني مركا بركديسا انو اهلو اما مركا وحوية جنكا يا وحلميدا يعني مركا اي نوغا عراران يعني وحوية اما قروق مركا او بركوبو ادو على كل حال قرآن كقروق نوغو اخر يضو عد مركا حنون سنة يسولوغو اخرين يا ايني جرين او رقيان لوغو تفايا ايني جرين تاسو كان مركا اجرين لوغو قاتا يضانا مركا ما بنانا اجراء اما مشقايد لوغو قاتا ما بنانا waxay gudagalaysaa wala taakulu bihi quraanka ha cunina ayay marka gudagalaysaa oo waxyaalihii marka la diiday ayay kamid tahay daliil baneeyayna marka lama hayo daliil baneeyayna yaani marka lama hayo marka waxa way cala kulli xaal mas'alada tacliimta ku saabsan culimada aad bay isugu khilaafsan yihiin ahadiisana waxad mooda mutaaarid marka inay tahay ayad mooda laakiin waxa way qofka hadii haaja ku sugan tahay marka uu u baahan yahay oo waxa way marka aanay u suuroobaynin إنه مركا قرآن كي فضيلة أهان إيه مركا وحوية إلهي درتي إنه ضدك إستقبرة أنا وحبكو قادني أين أسورة بين أو بهان يهي ومركا ويهي مسكين دعين كاسية أيهاي على النوع عسى على القول الراجح إن شاء الله وابنان تهي أجرد إنه فقاتا أجرد إنه فقاتا وابنان تهي حديث كا مركا وحوية عارضة يانا وحديث مركا طرق ديس اختلاف فربضاني كسو أيهاي وانا حديث مركيسا مركا حديث قالنا مركا وحوي اي عارض ايسو او وحوي من صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له
ومن باب المكافأة يهدي يدمر كأن لو كانوا مكافأة هانو كلا يكو سابسانتاي إنك استوعدوا الصحة لوران كريلا يعني مكافأة دي مركيسة لبحنا يي تاوى لغر ريبيا سلاس أوكال لوران كريلا حتى نوحوية يعني مركز حديثه يعني وحيدع كرتين أن لغو حسلين أي سورتو بكرت أصحيطان كواصحي إن أن لغو حسلين با مركز سورتو بكرت مركز وحوية على كل حال قفوا دو مركز باهي هاي يعني مركا وحوي قرآن كين وجركو قاتا بريتان كوبدتك بريي إن شاء الله هو بنانتهي حديث كان مركا وحوي وحلو قد ليشنا يا رقي أصو أروري التعليم تنا وحلو قد ليشنا يا عمومك وحوي الرقي ذا وقص أروري وحو النقون يا السبب لفظك عامك أصو أروري نوحو النقون يا وحوي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرة يتحقلين توحله لفظك عام نمديسة لكن سببت جارني ما ديدو يعني مركات تحقل تيضو مالها قول ما قادنا ايو وسبب جارة هدو كسارو لكن لفظه عام يا لفظه عام كابل دليشني حديث كالسقال بقول يا صدحية وانو عن ابن عمر عبد الله ابن عمر وحلق سوري رضي الله عنهما الى الرالي اكن نغضي سقي ابيب قال انو لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اله وحول اعطو الاجير كمركا وحوي شقالا وحاسيسان اجره مشقا يديسا قبل ان يجف عرقه انت آنو قللين بدت كيسو يعني مركزية مشقايتيسة رواه ابن ماجه ابن ماجه بسوري حديث كان علماء قاركود وضعيفين وخاصة حديث كان ابن عمر وحوي وضعيف علماء ضعيف صين وحكم ذا ابن كثير وإرشاد كفو ضعيفي ابن مرقن وخلاصة كفو ضعيفي ابن حجر ومركة تلخيص كفو إشارة ضعفي كيسة الباني لفتيسة ويساقون مركة ضعيفي وحانا مركا صابتو اي تاي سندك حديثك واحا كتشرا نين لا يلادو يعني مركا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ايا مركا كتشرا نينكا سنا وحاوية وحاوية اي مركا وحاوية وضعيف مركا وي خاصة وحو ابيه كوريا وضعيف جدا هاتف اي ضعيف وطا الى مركا وحاوية علماء قاركوت كي لادين وحاكم كمدي اي ابيه احاديث موضوعة ايو كوري احاديث موضوعة وبين أبوره أي أبيه كوريي مركا حديث كان وحو كميدي حديث وأبيه كوريي وكميدي هاي سيدا ساوذي وحو النقنية ضعيف جدا أي مركا النقنية وانا نكي سوريي توصل كو آدم كو توصلي النبي محمد نكا سوريي أبيه كوريي ويي مركا وحوي يعني حديث كاسنت كمركا ابن عمر يعني ضعف جسوا الدرنية هاي هيا شي مركا حديث كان وحولي هاي يعني مركا طريق يكلا أي مركا لي أي أما شواهد بولي أي ومركا وحو أبو هريرة لغا سورين أي وطحاوي مشكل الآثار كأكوري أي بياق الصنع الكبرى أكوري ابن عادي كامل كأكوري أي يعني مركا أبو هريرة لغا سورين أي حديث كان لمعنى حديث كان يعني مركا لمعنى وحكا لأولي أي يعني طريق لأجابر لغا سورين أي ومركا طبراني مركا معجم صغير كقصة صاري طريقة أصنا وحوي وحويد الطبراني محمد بن زياد نين ليلا ذا إياه لك لنغضي نينك أصنا الباني وحول وضعيف السقي الشيخ سمركا ابن قطامي ليلا ذا لابد وضعيف ولي بضعف تلنوا كسوا أبو الزبير نينك ليلا ذا مدلس وعن عنايي أي مركا إساقنا كتشرة مركا حديث وحوي طريقة لو مركا وحوي مرسلة ومركا سنة كيسو حسن يا سيد الشيخ الباني ومركا أشياء وإرواق أشياء يعني مركا طريقة لأ وسند كيسو حسن ياي ومركا عطاء ابن يسار لغورنا ايو ومرسلة ايا اساقنا اتشرا مركا وحوايا طرق دا مركا ليسو قيه حديث كوا اسقوين ايا ولما دا مركا مجموعة طرق يلا اسقو قويي طريقة مركا ابن عمر اساقو حبال لكم اقوين ايو لكن طريقة مركا ابو هريرة يكا جابر يكا وحوايا مركا عطاء ابن يسار طريق يلا مركا ليسو قيه يعني مركا وحوايا دور طريق عينك ساتشرا واسقوين ايا وعكم إذا علماء الطريق إذا يسكو قويي مندري ترغيب وترهيبك أيوة يسكو قويي وعكم إذا مناوي فيض القدير كا طريق إذا يسكو قويي وحكى الله رنك مركا ابن كثير لفتي سواء الشعري ومركا وحوي طريق ابن عمر يا طريق وحوي أبو هريرة مركو الشيغي وفي كل منهما نظر وضعف مركا وحوي وضعف بوري وضعف يرغن كسو بان يهيب مركا تلمامي مركا تاسنا وحلى رنك راو تلمامي إن يسكو وين كرا الباني وحول وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندي يعني مركا طريقة مركا أبو هريرة لقى سورية لو طريق با لقى سورية طريقة هم با مركا صحيح الإسناد أكتا إذا كأبو رنيا
لبدا طريق مركا ابو هريره لغا سووريي لبا طريق بوشيغيا مد با صحيح الاسناد ايو مركا اورنيا بقوينا وحو كوسارورييي يعني كا ابو هريره مصابيح لا يكو ساروري قسمي مركا احاديث حسن كا ايو كوسارورييي مركا وحو اورنيا مركا الباني وجمله القول ان الحديث صحيح الاسناد وحديث كا ابو هريره يكن لا معناها صحيح الاسناد عندي من الطريق الاولى عن ابي هريره ابو هريره لبا طريق الشغير وهو الغليل فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسار يعني الحسن يعني مرسل كاسو حسن يهدو مركاوك يعني وكدرمه يو بعض الطرق الموصولة التي لم يشتد ضعفها يا طريق هذا كلامك قاركود وان ضعف قود الدراني فلا يبقى عند الباحثين العارفين بهذا العلم أي شك في ثبوت الحديث إرواء الغليل كسلاك أرمي مكا على كل حال حديث كان حديث لا معنى أي مركا وحويا صحيحة وصار أرمي مركا واسوغن يحي نسخ قاركود وحق صار ري ومركا يعني كمدا يعني مركا بلوغة وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف يعني بابك وحق صغن ابي هريرة لغا سووريي الى الرالي اكن نقضي ابي يعلى اي مركا بيهقي يعني مركا اكتوذ ايالة وبمعنى قصغن يا جابر مركا وحا لغا سووريي الطبراني وسووريي ايا مركا بابك كسوغان يعني مركا وحا ويه وفي الباب اي وفي الباب وحا كسوغان عن ابي هريره اي حديث هو حديث عن ابي هريره لغا سووريي رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي يا وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف لكن وحا وتلمم يا محقق مركا كتابك تحقيقي السمير وحا ورنيا يعني نسخوين كنسخه كم اذا بان كو اركاي بونيا نسخوين كمخطوط كا لكن نسخه كميد كان كو اركينا waxa weeye waxa ku yaala in marka la masaxay ayaa ku taalo qalin marka la mariyay marka maadaama marka isaga masaxada la masaxay daraadeed nusxa kalena ayna ku sugnay nusxadi ku sugnaydna la masaxay sidaas awadeed baan marka u xadfay ayu oranaya hadiskan waxa laga qaadanaya ruuxa yaani shaqaalaha in degdeg loo siiyo يعني مركا لوسيو اجرديسي اما مشقايتيسي وقتي مركا مشقايده متيسن يانا waxay tahay marka uu shaqada marka dhameeyo sida hadiskii hore oo Abi Hurayra inuu ku saaragnayba wa rajulun istaajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu marka mushqayadi in degdeg loosiyo ayaa marka laga qaadanayay mushqayadi in degdeg loosiyo ayaa marka laga qaadanayay حديث كسجال بقول يا أفر يتبا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد وحلق السور إلى رأي كان قد أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إن لمن استأجر أجيرا كوحوي مركا شقال استا أجيرا شقال الروح مركا وحوي كريستا أما شقال استا فليسمي له أجرته مش قايتي ساو مقعابه رواه عبد الرزاق عبد الرزاق بسوري وفيه انقطاع سنة كي سنة انقطاع باقصغن ووصله البيهقي بيهقينا حديث كوا وصلي يو حريري من طريق أبي حنيفة طريق أبو حنيفة يمرك كحريري وطريق مرك أبو حنيفة كتره أي يسوى موصولة كسوري حديث كان وحوي وحوي هاي مرك ضعيف علماء قاركود وحي أرجحين إنه حديث كمرك هاي موقوف وحانا كمدا أبو حاتم أبو زرعاء يبا كمدا وحانا يدادين وحوية سيدة مركا الصواب كاية صحيحة هي وعين موقوف كوية يا أبي السعيد بمعنى سيدة صحيحة هي وموقوف ينو يهي مركا للي هي نو حلوت شيدا بمعنى حديثك وحوك الصواب كوية هي وكوك من يهي إن موقوف لقرده لكن الصحيح مركا يعني أنه موقوف مركا ليدادو لو قمت شيدا سنة كيسا صحيحة وليو موقوف نمو كو الصحيح لقمت الماميه ee waxa laga tilmaamayaa sawaab wuxuu ku yahay xadiisku ku qumman yahay oo waxa weeye marka labada awleysan in mowquf laga dhigo laakiin mowqufnimada lafteeda inuu ku sugan yahay ku asaxay ma aha ee Abu Hatim iyo Abu Zur'a marka hadalkaas yada inay yiraadeen yaani Ibn Kasir baa irshaadka ku soo naqlinaya waxana marka waxa weeye ay arjixeen riwaayada marka mowqufka bay arjixeen waayo waxay yiraadeen sawri oo xadiiska soo wariyay oo marka waxa weeye ahfad ahay oo bimaana u xifdi badani yaani mowqufni ma ku soo wariyay iyadaa nabiga loo rafcin sallallahu alayhi wa sallam
ولب سند كان مركا وحقص قال مركا انقطاع بكشره انقطاع أي كشره بيهقي أي إسقنا ضعيف يسون الكبرى يقطع في وحوري وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد يعني إبراهيم النخعي هي مركا أبي سعيد الخدري يعني دحدو ذا أي مركا حديثكم منقطع كيهاي مرسل بكيهاي منقطع بكيهاي بقتل ماما يا كما حجر السنة هاي سمينا وحويري إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسبه أبي سعيد وحوكا ماما قال سيدان أنا نقو مركا أم لينا أيو مجمع الزوايد كو يساقنا سيداس كويري ألبان يساقنا وحاوكو ضعيفية إرواء الغليلكا أيوكو ضعيفية إرواء الغليلكا أيوكو ضعيفية محقق الكتاب كنا معناها سواء عطينا يا إنو حديثك مركا ضعيف ياي وحان ورنا يا إلا وصلي حديثك وبمعنى وحوي إبراهيم النخعي يا وحوي مركا أبي سعيد من لك لنحق ليه سواء حديثك أحرر السمو وحلك لنقضي لتفردي أبو حنيفة أبو حنيفة وحوي ومركا يعني ضعيف الحفظ ويا يعني حديثك سواء ضعيف يعني مركا حديثك سواء ضعيف ولما دي مركا أي ما دي مركا وحوي وويني مركا وحوي حديث تحفظ جودة مركا عادي عاد كوصي يعني حفاظة عايدنا يعني حديثك وحي سووريين يسقى مركا عن حرير سنين بيسووريين يسقى عن حرير سنين أي يسووريين مركا تفرد كأبو حنيفة لا تفردي زيادة داس وحي نقول يسقى مركا يسقى إننا صحيحة إننا ضعيفة تاك وأن لا أخبر إني سيدا سيادة أي مركا نقول يسقى ولما طريق خلوه مركا يسقى موقوفا ولا سووريين مركا وحوي على كل حال حديثك وحن نقول يا مركا استبى إنه مركا ضعيف يهي موصول يعني مركا وحوي يسقى أنا مركا مسقنا يعني مرفوع لمنك مسقنا موقف لمنك مسقنا حديثك وضعيف وي محقق كتاب كنا وهو عطينا يا معناه ابن عشارة إنه رنا إنه صوت الماني أقول صابسنا وحوي يا مركا الصحيح يعني موقوف على أبي سعيد سيدا صواب كاين لو قد يعني أبي سعيد من موقفك يهي عنو تلمان يا مشايخ ذقار كود عارين كنوع صوكلا إنه يكون مركا وحوي كو غلطمين وإسموت سيان اللو قد شهده يعني أبي سعيد بوكا الصحي وشعيب أرناؤوط بمعناها سوكرا كسو النقلين يا وكر الدين يا مركا وحوي على كل حال علماء ذا عادوا استعمالان لكن وحوي سيدا غالب كاو قمت شهدان يعني سندكو مركا يساينو صحيح ياهي أو موقف نمو صحيح ياهي لكن هو صواب بيوت شهدان مرة ورنا وابراو تشنا على كل حال مش غاية دا مركا عدي يعني مركا شقال لو درتو وحيتها وحوي إن أجرادة أما مش غاية دا لبمد وي إن أجرادة هي مش غاية دا أي تايمد معروف ولا إسكاقرنا يووحو فار إسكاقو أنا أما يعني مركا شقاداس يعني العق إسكاقو أنا إلي لاذهي هدي وحوي العق إسكاقو أنا إلي لاذهي العقتها إسكاقو أنا إلي لاذهي بقى مركا إنو قنا يسأينو قفه متايسانيا يعني سداسي دا أيو متايسانيا هدي لكن مركا شقاداس العق أنا إلي لاذهي وح مركا إتهي أجردي وحوي وإن مركا ليس لحد داي ولا ليس لقرتا سيان هدو النزاع يوح لمد مركا عيني وغدرا يعني إجارتنا هو منفع اللي يبين يوي باب الإجارة وحي مركا يعني قيس بي بيعك هبو ذا شرتا هو حوي هو بيع منفعة بالمال منفعة هي مال با ليسكو يبين اياه وح مركا منفعة يوح مالة ايا ليسكو يبين اياه وحانا مركا أصل فوقها مركا يعني وحا ليسكو يبين اياه مدول با إلا قرن اياه وشيق اللي يبسن اياه إلا قرن اياه شيق وحوي مركا lagu iibsanayna in la garnaayo sidaas iyada ah ayaa marka asalku aha culimada qaar koodna waxay marka soo noqliyeen ijmaac in marka waxa weeye ay noqoto ujeeddo mid marka la garanayo waxay ku soo noqliyeen ijmaac culimada isku waafaqsan yihiin marka ujeeddo waa in la xadida ala kulli hal laakiin waxa weeye hadii shaqadaasi ay iska leedahay in lacag go'an waxay noqonaysaa in lacagti in lagu shaqaaleeyay bay noqonaysaa laakiin hadii lacag go'an ay ilaahayn illa wa in la cayima oo la isla gartaayo la isla xadidaa lacagta markay isaga uu ku shaqeynayo sidaas iyada waa la isla xadidaa sidaas in leeg shaqada waa in la xadidaa oo qofku qabanayo iyada ku dheedana waa in la xadidaa marka loo dirayo wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka